احتفلت كنيسة القديس شرب العمان بعيد ارتفاع الصليب بحضور رئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدسة والأردن المطران موسى الحاج، حيث ترأس سيادته قداسا إلهيا حضره عدد من الشخصيات الرسمية والدينية وحشد من أبناء الرعية، وقد عاونه في القداس خادم الرعية الخوري جوزيف السويد. وفي عظة القداس دعا المطران الحاج المؤمنين القادمين من كل أنحاء المملكة إلى الثبات على الإيمان والمواظبة على الأعمال الصالحة. بدي أشكر تليلمير يلي دايما حاضرة وعم تنقل البشرة السارة والخبر المفرح إلى كل العالم، وأنا اليوم سعيد أن أكون موجود بعمان برعية مرشربل يلي تابع على الأبرشية أو هي نيابة بطريركية على عمان والأراضي الهاشمية، المملكة الأردنية الهاشمية. أنا من سنتين ما جيت، ولكن بسبب ظروف الكورونا ومن بعد سنتين حبيت أجي أرجع نستعيد نشاطنا، نلتقي بأبناء الرعية، وصار عنا كاهن جديد من بعد ما سافر أو خلص مهمته أبونا غازي وأبونا سامر. سلمنا الرعية لأبونا جوزيف سويد يلي معروف بجيل الإنجيل واللي هو عنده كتير طلاط على عبر تليلمير. أنا كمطران واجبي أن زور رعيتي، يعني كل ما تسنى لي أو في مناسبة. بقى أنا حبيت إجي بهالوقت هذا حتى نرجع نستعيد التواصل، وسوف نأتي في أيام تانية. أكيد المجيء إلى الأردن هو مجيء حلو، تشعر بأمان بسلام بظل جلالة الملك وكل المسؤولين يلي فعلا سهرانين على أمن هذا البلد، وعم نلاحظ دائما التطور العمراني، وأكثر من هيك العلاقات الإنسانية والبشرية بين جميع أبناء الأردن جيدة جدا وحلوة. وإلى جانب أنه نحن عم نلتقي كمان بناس من العراق، من سوريا، من فلسطين ومن لبنان، ونحن بنعرف الأوضاع الصعبة اللي عم تعيشها اليوم. صلينا وقدسنا وذكرنا الجميع، وصلينا على نية المملكة، على نية الملك جلالته، وعلى نية كل المسؤولين، وصلينا على نية الشعب كله وعلى نية لبنان لحتى ينهض من هالصعوبات الكبيرة اللي مرق فيها. وإن شاء الله بقوة الرجاء والإيمان اللي عنا إياه فعلا أنه يزول هالوضع السيء ويحل محله الوضع الجيد يلي كنا نعرفه ونعيشه، ونشوف لبنان جديد، ويكون يعني كيف بقول لك نجمة بهالشرق يلي كلكم بتحبوه ونحن بنحبه. ربنا يباركنا، وإن شاء الله عقبال كل زيارة بنشوفكم بخير. شكرا مجددا لكم.